والله شوف حتى الان تعادلنا وكاس العادة تاهلنا، يعني يمكن حسمناها من المباراه الاولى والشوط الاول قدرنا نسجل جول ريحنا اكثر والضغط خف علينا في المباراه. وانت مدافع اليوم حسيت انه ممكن النصر يعمل شيء؟ اكيد كوره، يعني النصر اول شيء فريق كبير يعني شايف عنده نجوم وفي النهايه هذه كره قدم اتوقع فيها كل شيء، لا تيمن الين صفر الحكم. هل في نيله الصفره اللي على كتفك ممكن نشوفك لابسها يوم من الايام؟ والله احرجتني شوي، انا هلالي. لا كره قدم احترافي. لا هلالي ان شاء الله مستمر هلالي خالص، مو لشيء، مو انه يعني مو انه النصر فريق كبير، اني انا اعشق الهلال وجيت فريق الهلال وان شاء الله حستمر واعتزل. حتروح الاتحاد قبلها؟ لا، في هذه امور ما تعرفها انت. هلا.